وصلنا الدور التاسع. احنا الان في منطقة بوستيفا، جينا نصور شقة دوبلكس مساحتها 350 متر مربع. في كل دور زي ما احنا ملاحظين عندنا شقتين. اول ما اطلع من المصعد شقة رقم 19، نخش الشقة زي ما قلت لكم، شقة مساحتها 350 متر مربع. عندنا هذه منطقة الهول الموزع، وعندنا على اليسار درج طلعنا على الدور الثاني نظام دوبلكس. نيجي هنا على اليمين الصالة، زي ما احنا شايفين مساحة الصالة ما شاء الله كبيرة وشرحة. طالة الصالة عندنا اطلال على البحر وعلى منطقة بوستيفا، مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله مساحة الصالة. وعندنا مخرج للمطبخ، شوف المطبخ ما شاء الله مساحة كبيرة وجيدة ما شاء الله تبارك الله، بالإضافة إلى دواليب ذات جودة عالية راكبة وجاهزة ما شاء الله. عندنا المنطقة اللي احنا شايفينها هذه منطقة سفرة، عندنا مخرج للبلكونة، الزجاج المتحرك راكب وجاهز. عندنا في المجمع الخدمات المتوفرة فيها، بوابة إلكترونية، نظام كاميرات مراقبة 24 ساعة، ألعاب أطفال زي ما احنا شايفين، ملاعب رياضية، مواقف مغلقة ومفتوحة. بالإضافة إلى ذلك عندنا قريب من الموقع عندنا مدرسة أيضا هنا. المواصلات موجودة في كل أطراف المجمع، يعني الشوارع المحيطة بالمجمع المواصلات يجي فيها. نكمل تفاصيل الشقة، نجي هنا من المطبخ زي ما قلنا، هنا مدخل الشقة من هنا، وهذه زي ما احنا شايفين عندنا مخرج او مطلع لفوق. نجي هنا بجوار الدرج عندنا دورة مياه اولى، مقابلها غرفة اولى. مساحة الغرفة جيدة. عندنا بجوار الغرفة الأولى هذه الغرفة الثانية. لها دولاب خاص، يعني نقدر نستفيد من الدولاب ونضيف سرير فقط. الغرفة هذه لها بلكونة، بلكونة يعني متوسطة، وأيضا زجاج متحرك في البلكونة. المبنى ذا مبنى مدرسة، مدرسة الإمام الخطيب. نطلع من الغرفة الثانية، مواجهنا في الغرفة الثانية عندنا الحمام الرئيسي التابع للشقة بنظام جاكوزي. وهنا غرفة ثالثة، الغرفة الثالثة لها حمام خاص فيها، دورة مياه خاصة بالغرفة الثالثة مع مروش. فيصير ترتيبنا ثلاث غرف وصالة في الدور الأول. نطلع مع بعض على الدور الثاني. أول ما نوصل الدور الثاني نجي هنا على اليسار عندنا غرفة، الغرفة هذه بأرضه فيها دورة مياه خاصة بها بنظام جاكوزي. عندنا هنا تراس كبير ما شاء الله تبارك الله. نكمل تصوير الشقة، نجي هنا بجوار الغرفة الثانية، هذه الغرفة بجوار الغرفة هذيك اللي فيها دورة مياه. وعندنا هنا مطبخ صغير للدور الثاني اللي هو الدوبلكس.
وهنا الصالة. بعدين ما ننسى عندنا هنا أيضا إضافة إلى الدور الأول المدخل، عندنا مدخلين، فنقدر نستخدم المدخل هذا كدور ثاني. مساحة الصالة الدور الثاني ما شاء الله تبارك الله، لاحظوا مساحة الصالة في الدور الثاني مساحة كبيرة. وما ننسى التدفئة المركزية اللي موجودة في الشقة كلها، شيء جميل ورائع. والشيء المميز اللي موجود في تراس الدور الثاني اللي هو الشوميني، اللي هو مكان للشوي، موجود في التراس. بلكونة التراس الدور الثاني كلها مغطى بالزجاج المتحرك، شوف استمتعوا بالاطلالة. تراس داير مدار الدور كامل. عندنا مغسلة هنا، يعني تراس كبير ما شاء الله تبارك الله. المنطقة الأمامية مغطينها بزجاج متحرك، والمنطقة الخلفية بس سقف زي ما احنا ملاحظين. يعني بلكونة على شكل يو كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله. منطقة بوستبا زي ما احنا شايفين منطقة حيوية بالمجمعات ومكتظة بالسكان، شايفين الأبراج اللي موجودة في منطقة بوستبا. عندنا شايفين العلم اللي قدامنا، وراها بالضبط الميدان، يعني المسافة بين الموقع والميدان تقريبا 5 دقائق، والمسافة بين الموقع والمطار أيضا 7 دقائق، مول الفورم 5 دقائق. يعني الموقع في منطقة جيدة جدا وممتازة أقدر أقول. ليش؟ بسبب أنها في وسط البلد، منطقة بوستبا وسط البلد، يعني في وسط الخدمات كلها وبين المطار والمولات والميدان. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.